أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما حدث لي قبل أيام أني ذهبت مع أحد الإخوة الذين من الطيبين الذين يجمعون الأموال لبناء المساجد، فكان الأخ هذا يبني مسجد في أحد مدننا، واقترحت له أن نذهب إلى شخص صاحب ملايين، وكنا نعرف أنه نظن من أهل الخير والصلاح، فاقترحت له أن نذهب لنجمع أو لنأخذ منه الفلوس طبعا لهذا المسجد. والمسجد وصل إلى القبة، فكنا نحتاج حتى لا تخرب المسجد لنبني قبة، وكان الأمر مستعجل. فأخذت هذا الأخ وأردت الذهاب معه، والأخ فرح بهذا الاقتراح مني، فذهبنا إلى الشخص هذا صاحب الملايين، فأخبرته وقصصت القصة. ثم في الأخير كنا نتوقع أنه يعطي لنا المال المطلوب، وذكرت له عدد المحتاج أو الفلوس المحتاجة لنا، فكان تقريبا المبلغ التي نحتاجه قرابة 200 ألف أو 150 ألف ريال سعودي. فهذا الرجل صاحب المال أخرج من جيبه 100 يورو، يعني قرابة ما بين 400 إلى 500 ريال. فتعجبت من هذا الموقف واصطدمت، يعني حقيقة ما كنت أتوقع هذا. فقال، بدأ يلوم الوقت ويلوم السياسة ويلوم التجارة والفقر إلى غير ذلك من الأسباب التي كان يذكرها. فالأخ الذي كان معي رأيت في وجهه الغضب والتعجب، أنا كذلك تعجبت لكن ما غضبت، وإن كنا ننتظر منه أكثر من هذا بكثير. فالأخ الذي كان معي رأيت كما قلت في وجهه الغضب، وأراد أن يترك المال ويخرج من بيته، لكن أنا ما فعلت هذا. فشكرته ودعوت له وأخذت المال، أخذت بسرعة حتى ما يقول ولا يتكلم هذا الأخ. طبعا هو تعجب واصطدم يعني بالموقف هذا، لكن لا بأس، يعني في الإسلام الإنسان يعطي ما شاء له، ليس من الواجب يعني عليه، أو لم نستطيع أن نأخذ بالقوة، كل يعطي بما بدا له وما انشرح صدره. فبعد ما خرجنا أعطيت للأخ الفلوس ونصحته أن لا يغضب في مثل هذه المواقف، لأن الإنسان قد يصطدم وقد يلتقي مع أناس يعني ذو طبائع مختلفة. ثم بعد أيام ذهبت إلى أحد الكبار السن وهو من أهل الخير والصلاح، فقصصت له القصة طبعا من غير ذكر أسماء للأشخاص. فهو كنت أشرح له وأبدي له العجب مني. فهذا الرجل كبير السن المسلم الطيب، نحسبه كذلك والله حسيبه، ضحك أو ابتسم في آخر القصة وقال لي كلمة يعني أذكرها دائما، قال لي: لا تتعجب من مثل هذه المواقف. قلت: لماذا لا؟ والرجل لديه أموال. فقال: لأن الله لم يوفقه أكثر ليعطي أكثر مما أعطى. لماذا؟ لأن الحرام لا يذهب إلى الخيرات أو إلى الحلال، أو الله لا يوفق الإنسان الذي جمع المال من طرق محرمة، أقول كذا، ومكروهة أقل ما يقال. لا يوفق الله مثل هذا الرجل ليعطي
في الحلال أو في بناء المساجد إلى غير ذلك أكثر مما كان في ماله من الحلال. فبعد ما ذكر هذه الكلمة أو نصيحة أو توجيه، تذكرت قصة بناء أو ترميم الكعبة لما اجتمع القريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدموا ويبنوا الكعبة من جديد، فجمعوا المال من الحلال، فلم يستطيعوا أن يجمعوا مالا كافيا لبناء الكعبة على كعبتي على أسس وبنيان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فقصروا في البناء أو بنوها أقل مما كانت في الأصل. فالإنسان سبحان الله لم يوفق ليعطي ويأخذ الأجر ويستفيد من ماله إذا كان المال أخذ من الحرام أو من طرق غير مرضية وغير شرعية. فلذلك لا تتعجب من أناس لديهم أموال كثيرة ولم يعطوا في دين الله أو في سبيل الله ولله عز وجل، لأن كل يعطي فقط من الحلال، والله يوفق الإنسان للإعطاء فقط من الحلال. فإذا رأيت الإنسان لديه مال قليل ويعطي الكثير، فمعناها أنه طرق جمع المال واكتسابه من الحلال. وبالعكس من ذلك، إذا رأيت الرجل أن لديه أموال كثيرة ولا يعطي إلا القليل أو لا يعطي شيء، فتعرف أن الله لم يوفقه لأن فيه شيء من كيفية جمع المال. والله أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن نكتسب ونكتفي بالحلال عن حرامه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير والصواب، وإن شاء الله نستفيد من هذه القصة نحن ومن يسمع من الإخوة والأخوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.